أولا هيتم توجيه رسالة إلى كل وكالات إيران في المنطقة أن من يتعدى على أي هدف أمريكي أو إسرائيلي أو أحد حلفاء أمريكا في المنطقة هو تعدي من قبل إيران ذاتها، وأن أمريكا ستتصدى ليه. وقالوا أن الأتلانتيك كونسل قال أن مهم قوي أن يتم إيكال المهمة دي للجانب الأمريكي، اللي هو عن طريق العمليات الخاصة اللي هي أمريكا بارعة فيها في إطار عملها داخل شبه الجزيرة العربية. فقالوا هنقوم بعمليات اغتيال سواء بالنسبة للحوثي أو حزب الله أو حزب الله في العراق أو بعض الميليشيات الشيعية في سوريا. فالفترة القادمة هي فترة اغتيالات. الفترة القادمة بدأوا يتكلموا هنا عن توجيه، وبيتكلموا بقى عن الساحة اللبنانية هي رقم واحد، وأيضا الحوثي رقم اتنين. ان هو بعد يعني ايران او اسرائيل كاتبه ان احنا ممكن مع دراسات الامن القومي في اسرائيل ممكن يتم التخلص من هذا الوضع دلوقتي، بدل ما نوجه ضربه عسكريه مباشره لايران على اكتر من ساحه. اولا لازم هزيمه حماس وتفكيك الانفاق سواء التشغيليه او العسكريه، وتصفيه القيادات، ولإما يقوموا بتصفية خصوصا يحيى السنوار أو محمد ضيف، أو تهجيرهم أو يعني ترحيلهم خارج فلسطين. وأيضا بعد هزيمة حماس اللي هي بيعتبروها الإسرائيليين أحد أذرع إيران، يتم الاتجاه إلى بمعاونة وتعاون أمريكي نحو لبنان عن طريق بقى الاغتيالات، عن طريق تقويض السلاح اللبناني اللي يمتلكه حزب الله، عن طريق ايضا قطع اي صله مع ايران. وخصوصا ان هم بداوا يتكلموا هنا، وده قالوها بعض الايرانيين، قالوا ان احنا عندنا مساحه من الحريه بالنسبه لاذرع ايران في العمليات التكتيكيه وتحديد الاهداف. فهي رساله امريكيه وهتكون رساله اسرائيليه معا عن طريق السنت كوم ان ده لن يكون هناك مجال للسماح بيه. وفي المقابل إسرائيل قالت إن إحنا لازم نغتنم الفرصة واستكمال اتفاقات إبراهام واستكمال السنكوم وتفعيله. وشافوا إن التحالف اللي حصل العربي الأمريكي هو الأوروبي لحماية إسرائيل وصد هجمات إيران هو بداية جيدة جدا لاستكمال عمليات التطبيع. وخصوصا وطبعا ده احيانا لفكره الناتو العربي اللي حاول بايدن في قمه جده يعني يطرحه، وقوبل برفض شديد من الدول العربيه ككل. ولكن الان بداوا يتكلموا هنا ان بالعكس عن سنت كوم ده او القياده المركزيه الامريكيه وما حدث من تحالف هو بدايه لتغيير الامر الواقع على الساحه الاقليميه. ان هو بدايه ان احنا بقى نتكلم هنا عن ناتو جديد. الناتو ده وزي ما اتكلموا في 2003 في قمة الناتو، قالوا ان احنا لازم الناتو يوزع اذرعه ويوسع يعني دوائر عمله ويضم اعضاء جدد. وكان الاعضاء الجدد هو بقى عن طريق السنت كوم، وان التحالف ده هيبقى تحالف ابراهيمي مع الدول اللي هي الحليفة، وان هم مش هيكلموا بقى ان التحالف ده هيكون ضد اسرائيل او لصالح اسرائيل او ضد ايران. وده الجديد. وانما تحالف ايه؟ تحالف دفاع اقليمي مشترك عن كل الدول الاعضاء في السنت كوم. عشان يتكلموا على كونسبت وين وين سيتويشن، المنفعه المتبادله. بالرغم ان هم مش شايفين اللي بيحصل في غزه، ودي المفارقه الغريبه جدا. يعني اللي بيحصل في غزه هو مش ممكن في لحظه اختلاف الاجندات، استكمال مطامع الاسرائيليه، النظام الدفاع الجوي المشترك اللي هيحصل، واجهزه الاستخبارات اللي بتشتغل مع بعض، ان هو في لحظه يوقفوا لكم الكلام ده، يخلوا الاسلحه ضدكم. يعني أنا مش قادرة أتخيل، وخصوصا إن في مفارقة شديدة جدا يا أستاذ مصطفى، إن الدفاع ده والتحالف ده بيحصل في ظل وجود أخطر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل. يعني مش هقول لحضرتك مثلا اللي بتحكم دلوقتي حكومة يسارية. هل مثلا إسرائيل مش في حرب؟ بالعكس، ده الإسرائيليين نفسهم مع دراسات الأمن القومي في إسرائيل بيقولوا إن الحرب دي خلت السلام يعني واستكمال اتفاقات ابراهام بالنسبه للدول العربيه اتس نوت اتراكتيف، مش يعني جذاب. وبالتالي بداوا يتكلموا هنا
ان يعني ان هو بسبب المجازر اللي بتحصل والراي العام اللي رافض، وان الراي العام بدا حتى يثور على يعني يرفض بعض السياسات الداعمه لاسرائيل من حتى بعض الدول العربيه. فالكلام ده عكس يعني ما يجرى على توجه أرضنا. ما يعني، لان يعني ازاي يحصل ده في ظل وجود حرب، وحرب بشعه دمويه جنوب افريقيا اتهمتها بالاباده الجماعيه، ووجود حكومة متطرفة وكل يوم تصريحاتهم أكثر تطرف ومش عايزين يوقفوا الحرب، وبنتكلم عن دفاع ومنظومة دفاع مشترك، وبنتكلم عن تحالف واستكمال اتفاقات. هو اللي بيحصل ده، الناس اللي عملوا كده في الفلسطينيين هو مش ممكن يعملوا كده فيكم؟ وخصوصا إن الدول دي يعني دول هم يعني أول بحث عملوه مثلا مركز الإقليمي الأكاديمي في القاهرة اللي هو تبع سفارة إسرائيل، بس بدل يبص على ايه شكل التكوينات العرقية والديموغرافيا في الدول العربية